تحليل مجموع المكعبين والفرق بينهم س تكعيب ناقص ص تكعيب. لما اجي احلل فرق المكعبين يا اولاد بعمل ايه؟ بعمل قوس صغير كده وقوس كبير. بجيب الجذر التكعيبي للاول ناقص اهو زي ما هي نفس الاشاره الجذر التكعيبي للاخير اللي هو التاني ده، واخد الس اربعها تبقى س تربيع، وارجع اخد الص دي اربعها تبقى موجب ص تربيع. لاحظ ده دايما موجب، واللي في النص الاول في التاني بعكس الاشاره، تضرب س في ص بس ص والاشاره تتغير تبقى موجب س في ص. نفتكر. تمام؟ طيب نحل بقى تمارين على الكلام ده. نحل تمارين درس بسيط جدا وعايز تركيز. السؤال معايا بيقول لي س تكعيب زائد 8 يا ولاد، هنحل قوس صغير وقوس ايه؟ كبير. قول لي س س تربيع س تربيع لازم تكعيب 8 بكام؟ 2. 2 تربيعها كام؟ 4. اللي في النص تمام سالب 2 2 س س اول في التالي بعكس الاشاره. طيب س تكعيب ناقص 1 قوس صغير وقوس كبير تبقى س س ناقص 1 س ناقص 1 هنا زائد 1 هنا زائد 1 وهنا وهنا موجب س اول في التالي بعكس الاشاره. طيب السؤال اللي بعده 64 س تكعيب زائد 27 برضه. الاول ليه بنعمل كده؟ الاول ليه جذر تكعيب وليه جذر تكعيب؟ جذر التكعيب 64 ب 4 ب 4 س موجب، جذر التكعيب 27 3. ناخد ال 4 س نربعها تبقى 16 س تربيع، ناخد ال 3 نربعها تبقى 9، واللي في النص اشاره عكس اللي هنا. ماشي يا ولاد؟ يبقى هتاخد الاول في ده عكس الاشاره تبقى 12 س، لان 3 في 4 ب 12 والس تنزل. التمرين اللي بعده هنا بيقول لي س تكعيب ص تكعيب زائد 27. يلا يا حبايبي هتبقى س سين في صاد تعالى نربع سين خد الموجب الجذر التكعيبي 27 3 من 4 9 اول في الثاني بعكس الاشاره يا اولاد يبقى 3 يبقى 3 سين صاد. جميل جدا. اللي بعده ثمن الف تكعيب، الكلام واضح كده؟ ثمن الف تكعيب ناقص 8 ب تكعيب اهو. يلا يا اولاد تحلل الثمن. جذر التكعيب ده ايه؟ نص نص ألف. ماشي؟ والنص ألف تتربع تبقى إيه؟ ربع ألف تربيع. الإشارة سالب تنزل سالب زي ما هي. جذر التكعيب لتمانية 2 2. جذر التكعيب ب تكعيب ب نربع السالب تبقى موجب 2 ب تتربع تبقى كام؟ 2 ب تربيع 4 ب تربيع تتربع تضرب في نفسها يعني. واللي في النص ده بناخد عكس الإشارة اللي هنا ونضرب الاول في التاني بعكس الاشاره. نص في 2 بواحد 2 ونص قلب ب لا مش بنجمعهم احنا بنضربهم. نص في 2 بواحد نضرب ده في ده يعني، ويبقى النص راحت مع الاثنين هنا مع بعض الف في واحد الف ب يعني الف ب. فهمت؟ اللي بعده 8 الف تكعيب. السؤال اللي بعده يا اولاد السؤال اللي هو رقم 17 بيقول لي س اس 6 زائد ص اس 6. خد بالك لما تيجي تجيب الجذر التكعيبي للاس اللي عندك هتقسم الاس على 3. يعني س اس 6 لما تيجي تجيب الجذر التكعيبي 6 على 3 فيها 2. وهنا الجذر التكعيبي لص اس 6 6 على 3 فيها 2. يبقى الجذر التكعيبي بتقسم الاس على 3. ماشي؟ ربع بقى س اس 2 تبقى س اس ايه؟ 4. ص اس 2 تربعها تبقى ص اس 4. اللي في النص اول في تاني بعكس الاشاره. س تربيع ص تربيع. المسألة اللي بعدها س أس 6 ناقص 64. س أس 6 الجذر التكعيبي ليها س أس كام؟ أس 3. ها؟ أي 3 6 على 3 فيها 2. ماشي؟ يا ولاد بنقسم زي اللي فوقها، هي ما احناش بعيدة 6 على 3 فيها 2. وليه؟ الجذر التكعيبي ده 64 بكام؟ ب 64 4. ناخد السين تربيع دي نربعها. ايه سين 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 اس 4. وناخد السالب 4 نربعها. 8 4 تربيعها كام؟ 16. والاول في التاني بعكس الاشاره. 4 سين تربيع. موجب 4 سين تربيع. لاحظ المقدار ده لسه هيتحلل. نحلل نكمل يعني انت ممكن تخلص المساله يبقى في خطوه كمان عايز يتحللها. هنا س ناقص 2 هنا س زائد 2. المقدار ده يا ولاد طبعا مش مربع كامل، لان لما نجيب الجذر التربيعي الاخير والجذر التربيعي الاول نضربهم في 2 مش هتبقى في النص، لان في النص لو قلت الجذر ده والجذر ده يديك 16 مش 4. يبقى هنا س اس 4 زائد 4 س تربيع زائد 16.
فهمتوا؟ في مسألة بقى تحليل بتحتاج مننا يا اولاد ان احنا ناخد عامل مشترك زي دي كده. هنا بقول 2 س تكعيب زائد 16، 2 س تكعيب زائد 16 يا اولاد، يلا حبايبي كده. هنا ناخد الاثنين عامل مشترك 2 ونفتح قوس س تكعيب تتبقى، و16 على 2 فيها ايه؟ 8. تمام، نزل 2 زي ما هي، نعمل قوس صغير قوس كبير. جذر التكعيب س تكعيب اللي هو س، جذر التكعيب 8 ب2، س تربيعها بس تربيع، 2 تربيعها ب4، والإشارة موجبة. وهنا الأول في التالي بعكس الإشارة، تبقى سالب 2 س، يعني هي اللي بتبقى هنا كده على طول دايما موجبة. ده دايما موجب، تمام، بنربع ده، لكن اللي بتغير اللي في النص، الأول في التاني بعكس الإشارة. مسألة كمان يا أولاد برضو عندي هنا، بيقول لي لام أس 3 م ناقص 27 م أس 4. يا أولاد بص كده، أنت بتعرفها إزاي؟ طبعا لما تيجي تاخد الجذر التكعيب يعني اللام بس مش الميم، فهنا هناخد عمل مشترك. المتكرر بص يا حبيبي، الميم متكرره، خد الميم واكتب البواقي، اقسم كل حد على ميم. لام تكعيب ميم على ميم فهي لام تكعيب، و27 ميم اس 4 على الميم ب27 ميم اس 3. حبيبي هنكمل ازاي؟ هنزل الميم زي ما هي، وقوس صغير وقوس كبير. جذر التكعيب اللام تكعيب ده هي اللي هي لام، جذر التكعيب 27 ب3 والميم تكعيب بميم. تعالى بقى خد اللام دي ربعها تبقى كام؟ لام تربيع. ايوه شاطر، قول معايا لام تربيع. ودي تربع تبقى كام؟ 9. 9 ميم تربيع. وهنا ناخد عكس الإشارة، 3 لام ميم. برافو عليك شاطر. السؤال اللي بعده، لو جالي يا اولاد في التمرين كسر بنعمل ايه؟ بص يا حبيبي، هنا نص س تكعيب زائد 4. المسألة دي نعملها ازاي يا اولاد؟ لما تلاقي كسر خده بره عامل مشترك، اهو ادي نص خدناه عامل مشترك. يبقى هنا س تكعيب وتقول 4 على النص، 4 على النص فيها 8، يبقى نزلت نص زي ما هي، يبقى انت قسمت 4 على نص فيها 8. ال 4 فيها كام نص؟ لو معاك 4 جنيه فيهم كام نص؟ مش الجنيه في نصين؟ كل جنيه في نصين، تمام. الس تكعيب جذر التكعيب لها س، وجذر التكعيب لل 8 بكام؟ ب 2. خد الس دي ربعها، س تربيع، خد ال 2 ربعها، 4، واللي في النص اول في تاني بعكس الاشاره 2 س. طيب مسألة كمان، هنا بيقول لي التلت، اهي يا ولاد التلت س تكعيب ناقص 9. يا ولاد ايه مين اللي اخده عامل مشترك؟ نص التلت، التلت بره، يبقى س تكعيب ناقص 9 على التلت اللي هي 27. فهمت؟ ها هاخد التلت زي ما هي بره كده وافتح قوس صغير وقوس كبير. س تكعيب الجذر التكعيبي س ناقص 3 شاطر، والس تربيعها تبقى ايه؟ س تربيع، وهنا السالب تبقى موجب، 3 تربيعها بايه؟ 9. 9 واللي في النص الاول في الثاني بعكس الاشاره 3 س موجب 3 س. فهمتوا كده؟ برافو عليك، تمام.